بينما تشهد المنطقة العديد من الصراعات الطائفية والمذهبية التي تعصف ببلدانها وشعوبها، ولكن تبقى الرؤوس المدبرة لهذه الفتن منعمة وتعيش الاسترخاء في بلدان الشرق والغرب، وتصدر الشعارات والخطابات المثيرة للجدل والتي تثير مشاعر الشباب الذين يرتكبون المجازر بحق الأبرياء نصرة للدين والمذهب. يكون اسم الحسين سلام الله عليه والثأر باسم الحسين الذي يعتقدون بأنه المؤمن لهم في قتل الآخرين وسفك دماء الآخرين والتمثيل بالآخرين وحرق الآخرين وتهجير الآخرين والفتك بالآخرين وتهديم بيوت الآخرين وسرقة أموال الآخرين وإباحة أعراض الآخرين. القضية مؤلمة ومؤسفة، لكن ما يثير الاستغراب هو سكوت وإمضاء مرجعية السيستاني والمراجع التابعة لها لهكذا أفعال، والتي من شأنها أن تبيح الطعن بشرف النبي الأكرم وإباحة السب الفاحش وبصورة علنية، لكن المرجع الصرخي كان بالمرصاد لهذه الأعمال، مؤكداً أن من يطعن بشرف النبي فليرجع إلى مراكز الفحص، كونه غير شريف على حد وصفه. النبي المصطفى وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام يستحين أن يكون شريفاً، فليسأل. أنا كما يقال أنا مسؤول عن هذه العبارة، كل من يطعن بشرف النبي اسألوا عن شرفه، اذهبوا به إلى مراكز الفحص وابحثوا عن شرفه وابحثوا عن شرفه. ولا زالت هذه الرؤوس وهذه المرجعيات الفاحشة وقنواتها الطائفية التي تعمل على التحريض على القتال وإثارة الطائفية بين أبناء البلد الواحد تتنعم بأموال العراقيين عن طريق المؤسسات الخيرية وأبواب الصدقات التي يرعاها السيستاني وحاشيته ووكلاءه المرتزقة الفاسدون.